Hello and welcome to the 11 o'clock news from Bahrain International. I am Hamad Youssef. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa issued Royal Order 26 of 2019 regarding appointing Sheikh Ahmed bin Muhammad Al Khalifa as President of the Financial and Administrative Bureau. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a letter from the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, inviting His Majesty the King to attend the 14th ordinary session of the OIC Islamic Summit hosted in the Kingdom of Saudi Arabia at the end of this month. His Majesty received yesterday at Khair Palace the Saudi Ambassador to Bahrain, Dr. Abdullah bin Abdul Malik Al Sheikh, who handed over the letter. His Majesty expressed thanks to the Saudi King for the invitation, praising the fraternal ties, long-standing relations and cooperation between the two kingdoms. He highlighted Bahrain's full solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia against threats to its security and stability, stressing Bahrain's support to the Saudi measures to confront subversive terrorist acts to defend its security, stability and safeguard the safety of its citizens and residents. He emphasized the security of the Kingdom of Saudi Arabia as an integral part of the security of the Kingdom of Bahrain and the region. His Majesty the King hailed the Saudi leading role led by the Saudi King in preserving the Arab and Islamic unity and defending their interests. He wished the Islamic Summit success to serve the march of solidarity and joint Islamic action. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received at Khair Palace well-wishers of Bahrain's four governorates, marking the holy month of Ramadan as part of the royal keenness to meet Bahrainis during the blessed month. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. After reciting verses from the Holy Quran, His Majesty the King delivered a keynote speech in which he welcomed the well-wishers and exchanged Ramadan greetings with them. بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم بداية وصلكم الطيب الذي نسعد به على الدوام ونحييكم في لقاء سنوي نحرص على إقامة ابتهاجا بقدوم شهر الرحمة والغفران بقيمه ومعانيه النبيلة الداعية للخير والصلاح فتهانينا الخالصة لكم جميعا على بلوغ أيامه المباركة سائلين المولى أن يتمم علينا فضله بقبول صالح أعمالنا فيه. الحضور الكريم يحدون الفخر والاعتزاز بمواقف أهل البحرين في كافة المحطات وعلى مر العهود، فقد كان لرجالها ونسائها على حد سواء خطاهم الثابتة في إثراء مسيرة البناء الوطني عطاء وعلما وعمرانا، حيث عملوا بكل إخلاص على رعاية ثوابتنا الوطنية وتأصيل قيمنا الإنسانية، مجسدين في ذلك أرقى وأرفع درجات المسؤولية أمام كل ما يمس أمننا واستقرارنا. وأننا لعلى قناعة تامة بأن نسيجنا الوطني الحي لهو خط دفاعنا الأول لتماسك جبهتنا الداخلية بقدرتها الثابتة على صد كافة أشكال العنف والتطرف وإحباط أي محاولات لإثارة فتن شق الصف، بالابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها، وأن تكون معول إصلاح لا هدم. ولقد وجهنا في هذا الشأن الأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لذلك وبحزم، ولا مكان بيننا لمن يتطاول على القانون. ولا يسعنا في إطار ما تشهده ظروفنا الإقليمية من تطورات ومستجدات إلا أن نشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي نرحب بمبادراته السباقة ودعوته الكريمة لنا بالمشاركة مع الإخوة قادة الدول العربية والإسلامية في اجتماعات مكة المكرمة، مؤكدين على وقوفنا بجانب مساعيه المباركة من أجل توحيد مواقف المسلمين وإعلاء شأنهم. وفي الختام لا يسعنا إلا الترحيب بكم مرة أخرى، وأن نعرب لكم عن سعادتنا البالغة بلقائكم والسؤال عن أحوالكم والاستماع إلى تطلعاتكم، مبتهلين إلى الله عز وجل
أن يعم السلام والوئام بين شعوب العالم أجمع، وأن يعيد علينا موسم الطاعات والعبادات والجميع بأفضل حال، ووطننا الغالي يزهو بأمنه ورفعته ورخائه. إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، كلمة أهالي محافظة العاصمة يتشرف بإلقائها أمام جلالتكم. After that, Dr. Hassan Al-Arayil delivered a speech on behalf of the people of the capital governorate, in which he wished a blessed Ramadan to His Majesty the King, the government, the people of Bahrain, and the Arab and Islamic nations. He thanked His Majesty the King for the warm reception, pledging loyalty to him, and highlighted the keenness he shows every year to meet with the people. Al-Arayil noted that the capital governorate is the largest governorate in terms of population, which resembled a model for tolerance and coexistence among all faiths, which continues to grow thanks to the wise directives of His Majesty the King. He commended the development Bahrain has witnessed over the two decades of His Majesty the King's reign that saw Bahrain enter a new stage of advancement with a comprehensive national project for modernization and democratic participation. He said that this resulted in reinforcing the kingdom's status on the international level thanks to its development in the fields of human rights and national consensus. He recalled the historical achievements that were made by Bahrain's forefathers in order to strengthen national unity, independence, and prosperity. مقدرين عاليا حرص جلالتكم على التواصل مع أبناء شعبكم الوفي. حضرة صاحب الجلالة، يهل علينا الشهر الفضيل، ونحن بفضل من الله ثم بفضل حكمة جلالتكم ودوركم المشهود مع أشقائكم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ننعم بالأمن والاستقرار والسلام في مملكة البحرين وفي هذه المنطقة الحيوية من العالم. ومع إطلالة هذا الشهر الفضيل تغمر نفوسنا البهجة والسرور باللقاء التاريخي المتجدد مع جلالتكم حفظكم الله. ذلك اللقاء يجسد نهج التواصل كأسرة واحدة، فما أروع هذا المشهد الذي يجمع ربان السفينة وقائد المسيرة مع تلك الجموع من أبناء شعبه في تلاحم وطني رائع بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي، ما يعبر بصدق عن تماسك جبهتنا الداخلية ونسيجنا الوطني الذي نعول عليه في التصدي لمثيري الفتن ومن يحاول شق الصف الداخلي، وكذلك الوقوف في وجه العنف والإرهاب أيا كان شكله أو مصدره. فلا عجب أن تزدان هذه الليلة المباركة بالمسرات، وتنبض فيها القلوب بالمشاعر الصادقة حباً وإخلاصاً لمقام جلالتكم السامي. ولا غر أن تصدح المآذن في هذا الشهر الكريم بالدعاء لجلالتكم، متضرعة للمولى عز وجل أن يحفظكم بعين رعايته، لتظل البلاد واحة أمن ورخاء وساحة بذل وعطاء وإخاء في ظل قيادتها الحكيمة. إن محافظة العاصمة التي تشكل أكبر تجمع سكاني في مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين والزائرين، مثلت على مر العصور والأزمان نموذجاً فريداً في التسامح وواحة للتعايش بين كل المذاهب والطوائف والأديان والأعراق. وهي اليوم بفضل توجيهات جلالتكم ماضية لمزيد من التطور والازدهار والعمران لتضاحي عواصم البلدان الراقية. حضرة صاحب الجلالة، إننا نستحضر بكل فخر واعتزاز مظاهر التعبير بكل صدق وإخلاص لجلالتكم حين قال شعب البحرين كلمته نعم للميثاق بأغلبته الساحقة في مباركة شعبية قل نظيرها في التاريخ المعاصر. عقدان مزهران مضيا على أجمل اللحظات المحفورة في ذاكرة الشعبية، حين احتشد فيها كل البحرينيين حول جلالتكم في جميع مناطق وقرى البحرين.
لتشهد حينها مملكة البحرين انتصارا وطنيا صنعه فارس المقدام، استشرق المستقبل في بناء الدولة العصرية، انطلاقا من مشروع وطني شامل للتحديث والمشاركة والديمقراطية، لتحظى المملكة بفضل ذلك بثقة المجتمع الدولي وتعزز موقعها على خارطة البلدان التي تحظى بسمعة متميزة في المشاركة الشعبية وفي مجال حقوق الإنسان والتوافق الوطني بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو الفكري. حضرتي صاحب الجلالة، إن الصورة المشرفة التي بلغتها المملكة والإنجازات العظيمة التي تحققها الأرض خلال عهدكم الزاهر والسمعة الطيبة اللي اكتسبناها عالمياً لتحتم علينا واجب الحفاظ عليها وصونها وإترائها من خلال رص الصفوف وترسيخ وحدة الشعب يجمعنا الولاء للوطن والمليك، متكاتفين على أسس قيم ديننا الحنيف وأعرافنا وتقاليدنا العريقة التي تمثل ماضينا التليد، سائرون نحو الحاضر المشرف والمستقبل الزاهر لوطن الغالي وأبنائه البررة. ونحن في غمرة اعتزازنا وفخرنا بمجدنا الأصيل الذي سطر فيه أجدادنا مآثر وتضحيات في سبيل وحدة وطننا واستقلاله وازدهاره، نستحضر مقتطفا من كتاب التحفة النبهانية التي قال فيها كاتبة: ومنذ يوم اشتهرت هذه الفقيدة بآل خليفة إلى الآن ولم تزل إن شاء الله إلى منتهى الأزمان. خلد الله ملككم ملكه وعز شوكتهم وجعل النصر حليفهم، فإنهم لم يزالوا خلفاء في الأرض يحكمون بين الناس بالقسط، كيف لا وهم أهل المجد البادخ والشرف الشامخ. تلك شواهد تاريخ نستذكرها بكل الفخر والاعتزاز، وسنظل يا جلالة الملك المفدى نحافظ على وطننا ونصونه وندون عنه غير عابئين بما يثار من حين لآخر عن مملكتنا الغالية من قبل أطراف خارجية تكن لنا العداء. فنحن جميعا يا جلالة الملك جنود رهن إشارتك لأجل الدفاع عن البحرين أرضا وشعبا، وهذا الجمع المبارك من أعيان وأهالي محافظة العاصمة جاء ليجدد لجلالتكم البيعة والوفاء والولاء، وليعبر لجلالتكم عن عظيم الشكر والامتنان على ما حظيت وتحظى به مملكة البحرين عامة ومحافظة العاصمة خاصة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالتكم، وفقكم الله ورعاكم. حضرة صاحب الجلالة، إن أهالي محافظة العاصمة ليقدرون عاليا مبادرات جلالتكم الخيرة ويوجهون لجلالتكم خالص الشكر وعظيم الامتنان على أياديكم البيضاء ومكرماتكم الجمة من أجل البحرين وأهلها، والتي تواصلت منذ 20 عاما، ولقد أثلجتم الصدور وأسعدتم الأنفس وأفرحتم القلوب يا جلالة الملك بتلك المبادرات، وذلك ليس بغريب على ملك كريم ورث المجد والسؤدد كابرا عن كابر من أهالي خليفة الكرام. اللهم احفظ مملكة البحرين ومليكها المفدى وشعبها من كل شر ومكروه، وبعد عنا كل حاسد بغيض يريد الشر بهذا الوطن ورموزه وأهله، وانصرنا على من يريد تصدير الأزمات والمشكلات التي اكتوت بها مجتمعاتهم المأزومة، وأننا لنشدد في هذا الصدد على الابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من دور هدام للمجتمع، مشيدين في الوقت ذاته بما تتخذه الأجهزة الأمنية لوضع حد لذلك ولحفظ كيان المجتمع. أعزكم الله جلالة الملك وعز ملككم ونصركم كما عز أجدادكم من آل خليفة الكرام، وها نحن ذا سدا منيعا وبنيانا مرصوصا رهن إشارتكم ندور عن البحرين ملكا وحكومة وشعبا. وفقكم الله جلالة الملك وسد لخطاكم ووفق حكومتكم الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء،
والإصلاح لمملكتنا العزيزة، وأن يحفظ أمن واستقرار وسلام مملكة البحرين وخليجنا العربي، مؤكدين لجلالتكم أن أهالي محافظة العاصمة على العهد يبادلونكم الحب والولاء والإخلاص والطاعة. ودمتم سيدي ودام عزكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الآن فضيلة الشيخ الدكتور هشام حسين راشد الرميثي بإلقاء الكلمة التالية أمام جلالتكم نيابة عن أهالي محافظة المحرق. Dr. Hisham al-Rumaythi delivered a speech on behalf of the people of Muharraq Governorate in which he thanked His Majesty the King for the warm welcome and wished him many happy returns on the advent of the holy month of Ramadan. He pledged allegiance to His Majesty the King on behalf of the people of Muharraq, who fully support their leaders for the best interest of the kingdom. He highlighted the history of Muharraq, which was once the capital of the kingdom. He noted the country's celebration of 100 years of formal education with the establishment of the first formal school in 1919, which is Al-Hidayah Al-Khalifiyah. Dr. Rumaythi commended the efforts of His Majesty the King throughout the past 20 years, which witnessed numerous accomplishments and success in overcoming all difficult times with wisdom and strength through a royal national economic strategy that reinforces sustainability and competitiveness for better living standards for Bahraini people. He recalled the endeavors of Bahraini soldiers and armed forces supporting restoring Yemen's legitimacy among the Saudi-led Arab coalition. In this regard, he noted allocating December 17th to mark Bahrain's martyrs' heroism and dedication, whose sacrifices are engraved in the country's history. Dr. Rumaythi expressed thanks and appreciation to His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, for closely looking after the people's needs and sparing no effort to make them a top priority for the government. He also thanked His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, for his innovative endeavors and investment in Bahraini youth, in addition to supporting economic and commercial projects and attracting investment to further develop all sectors and improve the living standards of the people. He also highlighted the role of the Supreme Council for Women, led by Her Royal Highness, wife of His Majesty the King, Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, in supporting Bahraini women in all fields to achieve sustainable development goals. He stressed that Bahrain is moving forward in all sectors, including sports, which was reflected by a series of victories in the 23rd Asian Athletics Championship, noting the support of the representative of His Majesty the King for Charity Work and Youth Affairs and President of the Supreme Council for Youth and Sports, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, as well as the support of the First Deputy Chairman of the Youth and Sports and Head of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa. Dr. Rumaythi valued the role of the Interior Ministry in preserving security and safety of the kingdom and safeguarding civil peace and social fabric from harm. ماضيها الجميل وما قدمه الآباء والأجداد يكتب بماء الذهب مع حكامهم الأوائل من آل خليفة الكرام، حيث كانت المحرق عاصمة للدولة آنذاك ومقرا لإدارة مملكة البحرين في ذلك الوقت. وإذ تحتفل مملكة البحرين بمئوية التعليم وانطلاق أول مدرسة نظامية بمملكة البحرين، مدرسة الهداية الخليفية التي كانت النواة الأولى التي تخرج فيها الرعيل الأول، الذي ساهم في تبوء مملكة البحرين المكانة المرموقة العالية في المحافل الإقليمية والدولية. إن جهود جلالتكم خلال 20 عاماً الماضية، والتي تشكل عقدين ذهبيين من تاريخ مملكة البحرين التي عظمت فيه المنجزات البحرينية ونجحت في تخطي العقبات والظروف كافة التي مرت بها المنطقة بكل حكمة واقتدار، من خلال رؤية ملكية وفق استراتيجية اقتصادية ووطنية تعزز الاستدامة والتنافسية بما يسهم في بناء حياة أفضل للمواطن البحريني. وإذ نستذكر في هذه الليلة المباركة جهود جنودنا البواسل وقواتنا المسلحة لدعم عودة الشرعية في اليمن ضمن قوات التحالف بقيادة حاضنة الأمة العربية والإسلامية المملكة العربية السعودية، ضاربة أروع الأمثلة في التضحية والفداء في ميدان الشرف والكرامة
في الذود عن الوطن ومقدراته. وما تخصيص جلالتكم لليوم 17 من ديسمبر في كل عام إلا اعترافاً بما قدمه شهداءنا الأبرار قديماً وحديثاً من تضحيات نبيلة للذود عن دينهم ووطنهم، وستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، تكتب بماء الذهب، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبلهم في الشهداء الأبرار ويجعلهم مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. صاحب الجلالة، يشرفني بهذه المناسبة أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتلبيته احتياجات المواطنين وجعلها أولوية وطنية لدى الحكومة، فضلاً عن التوجيه المستمر للوزراء لزيارة المدن والقرى للالتقاء بالأهالي والمواطنين لرصد متطلباتهم والتوجه على آثارها لوضع خطط استراتيجية من أجل الارتقاء بعمل الحكومة. والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لجهوده في خلق البيئة المحفزة للإبداع والابتكار والتميز والاستثمار في الشباب البحريني بما يتوافق مع متطلبات القرن 21، فضلاً عن دعم المشاريع الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من خلال رؤية اقتصادية 2030، مما أسهم في جعل البحرين واحة خصبة للاستثمار لتطوير التنمية في المجالات كافة، وانعكس ذلك على تحسن مستوى معيشة المواطنين وانخفاض مستوى الدين العام بنسبة كبيرة. وما ذلك إلا نتيجة لتوجيهات جلالتكم المستمرة. كما نثمن الدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة جلالتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دعم المرأة البحرينية في المجالات كافة واندماجها في المشروع الإصلاحي لجلالتكم لتحقيق التنمية المستدامة وفق خطط وبرامج نوعية أسهمت في إبراز مكانتها وتمثيلها والدفاع عن مصالحها ومكتسباتها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية. إن أهالي المحرق يرفعون لجلالتكم أحر التهاني وأطيب التبريكات لما تحقق في عهدكم الميمون من إنجازات مميزة على الأصعدة كافة، خاصة تلك الإنجازات الرياضية التي حققتها المملكة مؤخراً في ألعاب القوى في دورتها 23 من بطولة آسيا، والذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية التي عززت من مكانتها المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، مشيدين بدور أنجالكم في ذلك صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية. كل هذا تأكيد للعهد الزاهر لجلالتكم، فأبناء البحرين يستمدون عزيمتهم من خلال توجيهاتكم، واضعين نصب عينهم رفع علم البحرين في المحافل الدولية كافة. ختاماً يا صاحب الجلالة، فإن أهالي المحرق يعلنونها مدوية معكم يا صاحب الجلالة صفاً واحداً بقيادتكم الرشيدة ومع موقف البحرين الثابت مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونكرر تأكيدنا على وقوفنا التام مع الأشقاء وما يجمعنا من وحدة المصير والدين والعروبة، وهو موقفنا الثابت
النابع من توجيهاتكم السديدة خلال الجلسة التي ترأستموها في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، كما نؤكد فخرنا واعتزازنا بجنودنا البواسل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، كما نثمن دور وزارة الداخلية في إشاعة الأمن والأمان واتخاذ الإجراءات الصارمة لكل ما يهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي والشائعات المسيئة والمقرضة وكل أشكال العنف والتطرف لإثارة الفتن وشق الصف، مستذكرين في ذلك الثوابت الوطنية وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية الأصيلة ووحدة الصف والكلمة وما يميز مملكة البحرين من صور حضارية رائدة رسختها قيادتنا الرشيدة في التواصل المجتمعي لتصبح نموذجاً يفتخر به بين شعوب العالم. صاحب الجلالة، إن مملكة البحرين تعيش في ظل عهدكم الزاهر في واحة أمن وأمان وتعايش سلمي يسوده التسامح والحوار بين كافة الأديان والمذاهب والطوائف، وبحكمة جلالتكم وصلت البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدين فخرنا بقيادتكم الرشيدة كونها شريكاً فاعلاً في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على العمل الجماعي وفق رؤية دولية وجماعية متقاربة تجاه ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات، مع دعم الجهود والمساعي لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة بما يحقق الخير والرفاهية للشعوب. هذه هي المحرق دائماً وأبداً يا صاحب الجلالة، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها بين يديكم تجدد العهد والولاء والوفاء، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم وأن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يجعلكم مفاتيح للخير والبر والتقوى. عاشت البحرين في عهدكم الزاهر وفي عهد آل خليفة الكرام، وكل عام والبحرين بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، كلمة أهالي المحافظة الشمالية يتشرف بإلقائها أمام جلالتكم السيد إبراهيم راشد الدوسري. After that, Ibrahim Rashid al-Dosri delivered a speech on behalf of the people of the Northern Governorate, in which he highlighted the reform and development projects during the 2 decades of His Majesty's reign, which placed the kingdom among tolerance, coexistence and peace-promoting countries. He stated that the Northern Governorate has developed its policy of enhancing the values of loyalty, strengthening national unity and preserving security and stability based on His Majesty's directives, which resulted in creating community solidarity and increasing philanthropic work initiatives. Dosri added that the Northern Governorate holds an annual summer program which attracts various segments of society of both genders to enhance the values of loyalty and qualify the youth to practice their role in serving the country and develop their skills. He noted that the Governorate has hosted the events of the Heritage Challenge in response to His Majesty's directives to revive and continue practicing ancient professions as they reflect the authentic Bahraini identity. He added that the event was a result of the support of His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa and His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa. Dosri stressed that Salman Town is proof of His Majesty's endeavors to achieve prosperity and a decent life for the people of Bahrain. He rejected all foreign interference in local affairs, expressing support to all measures that preserve security and stability. He pledged to continue the process of advancement, protect the national gains, and enhance the status of the kingdom. تعكس وحدتنا الوطنية وقوة نسيجنا الوطني الحي الذي نعتبره خط دفاعنا الأول، وتماسك جبهتنا الداخلية في صد كافة أشكال العنف والتطرف
البغيض وأحباط أي محاولات فاشلة لإثارة الفتن وشق الصف الواحد، والذي تأتي نابعة من أصالة قيمنا الإسلامية السمحاء. وإنها لمناسبة عظيمة أن نستذكر فيها عقدين من الزمان سطرهما جلالتكم لشعب البحرين الوفي بأحرف من نور، عقدين ذهبيين توجهما جلالتكم بمشاريع إصلاحية وتنموية مشهودة نقلت البحرين إلى مصاف الديمقراطيات العريقة، وجعلتها في مصاف الدول الراعية للتسامح والتعايش والسلام بين جميع مكونات أبناء الشعب في أحضان الوطن الواحد. وتوجت جهودكم حفظكم الله المعطاء بإصدار أمركم السامي بإنشاء مركز حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يقف اليوم شامخاً وشاهداً على عصر التسامح والتعايش اللذين نستشعرهما في مملكتنا الحبيبة. وخير دليل على ذلك تهافت الكثير من أبناء الدول المختلفة على أرض مملكتنا الحبيبة، واختيارهم البحرين كدولة مفضلة للعيش على أراضيها وفي ربوعها، والتنعم بما حباها الله عز وجل من ازدهار وخير ورخاء، الأمر الذي ما كان يتحقق لولا رعاية المولى وتوفيقه، ثم رؤية جلالتكم الثاقبة في قراءة واستشراف المستقبل الزاهر للمملكة وشعبها الوفي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن المحافظة الشمالية تستقي من نبراس جلالتكم المنير، وتستنير به في رسم سياساتها في تعزيز قيم الولاء والانتماء وتوثيق اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار، والالتزام بنهج الشراكة المجتمعية والسعي إلى حفظ تماسك المجتمع البحريني في نطاقها الجغرافي والإداري دون تمييز، محققة بذلك روح الأسرة الواحدة والتكافل المجتمعي ومبادرات العمل الخيري. هذا مشروع بيوت الخير الذي تعكف المحافظة الشمالية على استمراره ونجاحه، ويهدف إلى رعاية واحتضان الأسر المتعففة، يأتي بعد توفيق من الله عز وجل، ثم منطلق نهج جلالتكم حفظكم الله في أعمال المؤسسة الخيرية الملكية التي يشهد لها القاصي والداني لما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية تخطت حاجز المحلية، وبتوجيهات معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر بتعميم مشروع بيوت الخيري على كافة المحافظات وبالشراكة مع القطاع الخاص. وعلى صعيد العمل المجتمعي واحتضان الشباب والناشئة، تقيم المحافظة الشمالية برنامجاً صيفياً سنوياً يستقطب مختلف فئات المجتمع من الجنسين في برامج تعمل على تعزيز قيم الولاء والانتماء تحت ظل راية جلالتكم حفظكم الله، وتأهيل الشباب والناشئة لممارسة أدوارهم في خدمة وطنهم وتنمية مهاراتهم الفردية وتوعيتهم بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل المجتمعي بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ويعزز الأمن والسلم الأهليين. سيدي حضرة صاحب الجلالة، وانطلاقاً من توجيهات وحرص جلالتكم لإحياء المهن القديمة ورعايتها واستمرارها كونها تعكس اليوم الهوية البحرينية الأصيلة التي تتمتع بموروث شعبي زاخر، استضافت المحافظة الشمالية فعاليات تحدي الموروث على ساحل أبو صبح في قالب ترفيهي تنافسي، ساهم بشكل فعال في لفت الأنظار إلى ضرورة إحياء المهن القديمة. هذا الحدث ما كان ليتحقق لولا الدعم والمساندة من نجلكم حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والرعاية الكريمة من نجلكم حفظه الله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الأمر الذي
انعكس كمرحلة أولى في تحقيق نتائج باهرة في دعم مشاريع الموروث الشعبي في مملكتنا الحبيبة. سيدي حضرة صاحب الجلالة، هذه مدينة سلمان إحدى مشارع عهد جلالتكم الميمون، والتي شرف جلالتكم تدشينها شاهدة على ما تسعون حفظكم الله لتحقيقه من خير ورخاء وعيش كريم لأبناء شعبكم الوفي، محققة حلم الكثيرين من أبنائكم المواطنين في توافر رغد العيش الكريم. فمدينة سلمان تضم كمرحلة أولى 3000 وحدة سكنية يقطنها ما يقارب 20,000 من أبنائكم المواطنين. ولكي تكون مدينة نموذجية وتكتمل حسب رؤية جلالتكم الثاقبة، نطمح بإصدار توجيهات جلالتكم رعاكم الله على الشروع في توفير وتكامل الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والدينية والرياضية والترفيهية، حتى تكتمل صورة المدينة العصرية الحديثة التي تنشدونها جلالتكم لشعبكم الوفي. وإننا إذ نجدد لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم العهد والبيعة، فإننا نقف صفاً متراصاً واحداً خلف قيادة جلالتكم، وأرواحنا فداء للذود عن الوطن، رافضين التدخلات الخارجية في شأننا المحلي، مؤيدين كافة الإجراءات التي تكفل حفظ أمننا ومجتمعنا من عبث العابثين، معاهدين جلالتكم على البناء والتقدم وحماية مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية وحفظ وأمن استقرار واستقرار مملكتنا الغالية والدفاع عن مليكنا ومملكتنا وصونها ورفع رايتها خفاقة في كافة الميادين، سائلين الله العلي القدير أن يعم الأمن والسلام في ربوع خليجنا العربي هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. حفظكم الله ورعاكم سيدي، وأدام على البحرين أمنها واستقرارها وتقدمها ورخائها وعزها تحت ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كلمة أهالي المحافظة الجنوبية يلقيها أمام جلالتكم الدكتور عبد الله يوسف المطوع. بسم الله. Dr. Abdullah Yusuf Lamtawa' then delivered a speech on behalf of the Southern Governorate, in which he hailed His Majesty's communication with the people of Bahrain, expressing thanks and appreciation to His Majesty for this reception. He expressed pride in expressing loyalty to His Majesty the King and supporting his policy and efforts to achieve stability and peace in the region and the world. Lamtawa' stated that the Southern Governorate takes pride in its remarkable history and its historical landmarks, which make it a main destination for development, culture, and knowledge. He highlighted the efforts of the government led by His Royal Highness the Prime Minister to provide a decent life for the people of Bahrain. He affirmed that the national fabric is the first defense line against all forms of violence and extremism and all attempts of inciting sedition. He stressed the necessity for using social media for the interest of the country and not against it. He commended the security authorities for enforcing law and taking action against its violators. Al-Mutawwa' praised the efforts of the Southern Governor, Sheikh Khalifa bin Ali Al-Khalifa, in implementing His Majesty's directives to communicate with the people of the Governorate and meet all their needs. فنحن يا صاحب الجلالة أبناء المحافظة الجنوبية العزيزة عليكم المخلصين وجنودكم البواسل رهن إشارتكم، فأنتم الوالد والقائد والحامي، وما هذا اللقاء الأبوي الذي نتشرف فيه إلا دليل على تواصلكم الدائم واهتمام جلالتكم الكبير بشعبكم الوفي المخلص. الأمر الذي يؤكد اهتمام جلالتكم في الحفاظ على التواصل كأسرة واحدة لتتوحد فيه القلوب، ونجدد لمقامكم السامي الولاء والطاعة والوفاء، فلجلالتكم بالغ الشكر والتقدير على هذا الاستقبال التاريخي الميمون. سيدي صاحب الجلالة، إنه بفضل التوجيهات السامية لمقام جلالتكم الكريم فقد شهدت المحافظة الجنوبية
مسيرة تطوراً وتقدماً حافلة بالعطاء شملت كافة مناطق وأرجاء المحافظة، ولم يتحقق هذه الطفرة العمرانية الكبيرة والازدياد في المشاريع والخدمات إلا بفضل توجيهات جلالتكم. سيدي جلالة الملك المفدى، بكل فخر وعزة نتشرف نحن أهالي المحافظة الجنوبية أن نرفع لمقامكم السامي خالص الولاء وصادق الانتماء والوفاء العميق، ونعاهدكم على تجديد البيعة لجلالتكم وللوطن القالي مخلصين العهد صادقين الوعد في المضي خلف قيادتكم الحكيمة، وما تمثل لنا من دلالة وما تجسده مملكة البحرين من المنعة والسياج الحصين التي نمت وتطورت بفضل رعاية جلالتكم واهتمامكم، وأننا باقون على العهد والوفاء كما عهدتمونا جنودا مخلصين مؤيدين لسياسة جلالتكم الرشيدة ونهجكم الحكيم بجهود جلالتكم البارزة للسعي نحو تحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم. داعين الله العلي القدير أن يحفظكم ويهب لكم العزة والرفعة لينعم الوطن في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة ونهجها القويم في إرساء العدل والخير والوفاء لأبنائكم في ربوع مملكتنا الحبيبة الناهضة بعهد جلالتكم الزاهر. سيدي جلالة الملك، إن المحافظة الجنوبية تفتخر اليوم بتاريخها العريق ومعالمها الأثرية والوطنية والتاريخية التي تجعلها وجهة أساسية للتنمية والثقافة والعلم والخير، وبعطاء أبنائها المخلصين على مر الأزمنة لتقبل على العديد من المشاريع التنموية والمرافق الحيوية البارزة التي تحقق الحياة الكريمة لأبناء مملكة البحرين، وذلك في ظل حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على تهيئتهما كل ما من شأنه دعم المسيرة التنموية في المحافظة الجنوبية، وفي ظل الوحدة الوطنية وتأصيل قيمنا الإسلامية فإن لدينا القناعة التامة بأن نسيجنا الوطني الحي له خط دفاعنا الأول، وذلك بتماسك جبهتنا الداخلية لصد كل أشكال العنف والتطرف وإحباط أي محاولات لإثارة فتن شق الصف، مشددين بضرورة الابتعاد عن سوء استخدام الوسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما في خير البلاد وشعبها. وفي هذا الصدد نشيد وبشدة بدور الأجهزة الأمنية المختصة في تنفيذ القانون ومواجهة من يخالف ومن يخالفه بفعالية وحزم. سيدي صاحب الجلالة، وبهذه المناسبة العظيمة يسرني أن أعرب عن إشارتنا وتقديرنا للجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وذلك في تنفيذ توجيهات جلالتكم السديدة من خلال تواصل سموه المستمر واهتمام بخدمة أهالي المحافظة الجنوبية وتلبية كافة احتياجات أبنائها. هذا الحرص يعود لثقة جلالتكم ودعمكم لسموه، حيث حققت المحافظة العديد من الإنجازات شملت كافة الميادين. واسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على بالغ وعظيم الشرف بهذا الاستقبال الكريم، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويعود شهر رمضان عجلتكم وأنتم بأتم الصحة والسلامة، ودمتم يا سيدي ويا مولاي سالم موفقين، عشتم وعشت مملكة البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Then the people of the governorates greeted His Majesty and wished him many happy returns on the occasion of the holy month. They expressed pleasure in meeting His Majesty and expressed thanks and appreciation for His Majesty's keenness on fulfilling the needs of citizens and providing them with a decent life. His Majesty the King exchanged good wishes with the guests, wishing them many happy returns. Thank you.
His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, issued Edict 8 of 2019, amending some provisions of Edict 17 of 2009 regarding the establishment and formation of the Higher Coordinative Committee between municipal councils and relevant ministries. The Edict stipulated the establishment of the Higher Coordinative Committee between municipal councils and the Capital Board of Trustees and the relevant ministries, referred to as the Committee. The edict stipulated the formation of the committee presided over by the Minister of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning and the following members: Under Secretary for Municipalities Affairs and Vice President, Under Secretary for Works Affairs, Under Secretary for the Ministry of Education, Under Secretary of the Ministry of Housing, Under Secretary of the Ministry of Health, Chief Executive of the Electricity and Water Affairs Authority, the Capital Board of Trustees President, Muharraq Municipal Council President, Northern Municipality Council President, Southern Municipal Council President. The duration of their membership will be commensurate with the tenure of the Capital Board of Trustees and your municipal councils. His Royal Highness the Prime Minister sent a written letter to the Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Ghebreyesus, in which he expressed thanks and appreciation to the WHO following the announcement of honoring His Royal Highness as a world leader in the health field. He commended the efforts of the WHO in supporting humanitarian and awareness-raising activities in various countries around the world. The letter was delivered by the Health Minister, Faiqa bin Saeed al-Saleh, who met this morning with the WHO Director General on the sidelines of the 72nd session of the World Health Assembly in Geneva. During the meeting, the Director General affirmed that the honoring of His Royal Highness the Prime Minister was in recognition of his pioneering role in developing the public health sector in Bahrain and in recognition for his contributions, initiatives, and achievements in the field of health. He highlighted the pivotal role played by the organization in improving health facilities and primary care in many countries suffering from poor health. He stressed the importance of cooperation between WHO and the member states in eradicating diseases that have become a threat to civilians in developing countries with difficult economic conditions. I would like to congratulate His Highness Mr. Khalifa bin Salman Al Khalifa for his leadership in health, for which the World's 72nd World Health Assembly has recognized his leadership. This is a pride for the Eastern Mediterranean region, and it is the pride for Bahrain. And we need leadership in health today in order to achieve universal health coverage for everybody in the world. And Bahrain can take pride because of his leader that you have already achieved for your population universal health coverage. Although I think that the whole population also needs to have access to basic health care. And I'm sure that it is going to happen soon in Bahrain. So I really am very pleased to know that the Prime Minister of Bahrain has got this award from the World Health Assembly. Within the framework of the Bahraini delegation participating in the 72nd General Assembly of the WHO in Geneva, led by the Minister of Health, the delegation participated in the 52nd meeting of Arab Ministers of Health to discuss the preparations and decisions to be taken in General Assembly. The Egyptian Minister of Health and chairperson of the preparatory meeting of the Executive Office of Arab Health Ministers, Dr. Hala Zayed, said that the Arab group praised His Royal Highness the Prime Minister's honoring as a world leader in the field of public health. She added that this recognition comes in appreciation of the outstanding political role played by His Royal Highness the Prime Minister in developing the public health field and the successful initiatives he has made in this field, which has made the Kingdom of Bahrain a pioneer in the health sector. Representatives Council Speaker Fawzia Zainal affirmed that the citizens from across the governorates in Bahrain have been honored by meeting His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa as part of His Majesty's keenness on boosting the genuine Bahraini values of communication and social interaction. Zainal said that Bahrainis rally behind His Majesty to defend the homeland, safeguard its capabilities and preserve the accomplishments. She expressed pride and appreciation of the royal praise of the role and performance of the legislator and its cooperation with the executive body in serving the homeland
Oman and the citizens in harmony with the royal directives. She also added that Bahrain's commitment to its unwavering stance, supportive to brotherly and friendly countries to combat terrorism, confirms the unity of ranks and embodies the deep-rooted, long-standing fraternal and bilateral ties. She expressed appreciation of the leading role of Saudi Arabia in protecting the security and stability of the Arab and Islamic nations. She affirmed the parliamentary support to all measures aimed to preserve security and ensure the good conduct of social media platforms to consolidate national unity and social cohesion. Shura Council Chairman Ali Saleh praised the speech of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa as he received members of parliament and representatives of the kingdom's governorates. He said that the royal speech reflects a national consensus, especially considering the latest regional and international developments. He pointed out the unity and adherence to Bahrain's national constants and pillars are fundamental for the kingdom's steady progress under the leadership of His Majesty the King. Al Saleh stressed that Bahrainis stood firmly with His Majesty the King regarding measures and steps required to maintain national sovereignty, protect the national achievements, and safeguard the kingdom's potentials. He also highlighted that His Majesty the King has outlined a strong approach to national unity and the values of coexistence and tolerance in which Bahrain has become a role model for other nations. He added that His Majesty's directives to invest in social networking sites for the benefit of Bahrain and to enhance the kingdom's stability and growth reflect His Majesty's vision and emphasis on making advanced tools of communication supportive of sustainable development plans in Bahrain. The Supreme Council for Islamic Affairs held its regular session today, presided by Sheikh Abdurrahman bin Muhammad bin Rashid Al Khalifa, in which it congratulated His Majesty the King, His Royal Highness the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince, the government and the people of Bahrain, as well as Muslims from around the world over the last 10 days of Ramadan. The Council praised the content of the address of His Majesty the King during the Cabinet and Supreme Defense Council joint meeting and during His Majesty's reception of well-wishers of Bahrain's four governorates. It stressed that the royal directives reflect His Majesty's wise vision regarding local, regional, and international affairs, and lauded his keenness on upholding national constants, shunning the use of religious pulpits for inciting hate, extremism, and terrorism, sedition, and strife among society. The Council congratulated His Royal Highness our Prime Minister over the WHO, naming him world leader, affirming that this merited international recognition is also an honor for Bahrain. The meeting then proceeded to discuss the topics on its agenda and took the necessary decisions.